بونجور معكم كريمة مروج مسؤولة عن مصلحة لا كونفورميتي. وكيف ما كيعرف الجميع فهاد المصلحة نشأت باش تحمي مصالح والقوانين ديالنا فيما يخص إشهار المنتجات أو احترام ثمن البيع والتوافق مع مقتضيات الكومباني بوليسي بما فيها قيم وأخلاقيات فوريفر ليفين برودكت. إذا كنستقبلوا بشكل يومي العديد من المكالمات والإيميلات وهذا دليل على تواصلنا مع ريزيف بيو في كل المدن مما يستدعي في بعض الحالات إلى التوجه لعين المكان لمعاينة المخالفات التي يقوم بها بعض المحسوبين على شركة فوريفر ليفين برودكت. ومن هذا الباب أطلب منكم خلال الدورات التكوينية التي يقوم بها السادة المناجر للمجموعة ديالهم التركيز على الأساسيات المبنية على احترام روح المنافسة الشريفة وحب الفريق واحترام أخلاقيات فوريفر ليفين برودكت باش تحصلوا على فريق قوي وجي جديد ناجح. إذا غادي نكون سعيدة جدا بالتواصل ديالي معكم. ما ترددوش أنكم تصلوا بنا مصلحة الكونفورميتي عبر الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني اللي غادي يبان عندكم على الشاشة. إذا كنتمنى تكون سنة 2018 سنة بداية عهد جديد مع كل مقاولين المغاربة. وإلا بغيتوا تعرفوا إضافات أكثر أدعوكم لزيارتنا في مقر الشركة أو استغلال تواجدي عبر جوالات فوريفر ليفين برودكت في ربوع المملكة. وشكرا جزيلا لكم وكنتمنى لكم حظ موفق للجميع.